لوسي ليتبي المعروفة في بريطانيا بسفاحة الرضع تعود للواجهة من جديد، فبعد إدانتها والحكم عليها بالسجن مدى الحياة لقتل 7 أطفال ومحاولة قتل 6 آخرين كانوا تحت رعايتها بين عامي 2015 و2016، مثلت الممرضة البريطانية مرة جديدة أمام المحكمة بتهمة مماثلة، فما تفاصيلها يا فلك؟ نعم راوية، التهمة الجديدة لسفاحة الرضع لوسي ليتبي تتضمن محاولة قتل رضيعة أخرى في المستشفى الذي كانت تعمل فيه شمال غربي إنجلترا عام 2016. المدعي العام قال إن طبيب أطفال ضبط الممرضة السابقة بالجرم المشهود خلال تحريكها أنبوبة تنفس موضوع لمولودة بعد 2 ساعة فقط من ولادتها. أيضا مستويات الأكسجين لدى الرضيعة كانت تنخفض، لكن إنذار الحاضنة لم ينطلق، وفي الحالة الطبيعية ينبغي على الممرضة طلب المساعدة من الأطقم الطبية أو محاولة إسعاف الرضيعة بمعدات تنفس أخرى، لكنها لم تفعل ذلك في إشارة إلى أنها هي من أزاحت الأنبوب. لوسي نفت هذه التهمة، إلا أن المدعي العام طالب المحكمة بالنظر إلى أنها مدانة بقضايا مماثلة، ما يعتبر دليلا قاطعا على فعلتها.